البرومو سبور بقى بيدخل يعطوه فيه 4000 دينار. 4000 دينار في العام. ايه هذا الاتحاد الرياضي التطوعي ايه معناه العام الجاي بيقول له 12000 دينار. معليش ليه يعني ماذا بيه يدخلوا 100000 دينار للتطوين والشباب التطوين باش نشطوهم ونأطروهم ونخلو لهم ديما الفضاء الرياضي على ذمتهم باش ينشطوا. راهو اليوم اتحاد تطوين يأطر في 130 بين أطفال وشبان من أبناء تطوين، غدوة ثلاثة جمعيات بالنسبة للنظرة متاع رئيس جمعية اتحاد تطوين اللي هي راهي نظرة الهيئة الكل. باهي فهمتني؟ باهي غدوة راهو عنا على الأقل 400 شاب في تطوين مؤطرين. إن شاء الله إن شاء الله. بدي نرجع للدين المال، يقول لك المال قوام الأعمال. أكيد. البلدية قداش نصيبها تعاون به تدعم به في الاتحاد؟ العام في الاتحاد عادة ما بين 30 و 40 مليون. الولاية؟ الولاية كيف كيف. الشركات البترولية هنا يلزمنا معناه هنا دعوة للخيان إن شاء الله معناه بعد ما يتحصلوا على التأشيرات متاعهم، ومؤكد معناه لأن في الوقت الراهن ما عادتش شكل اعتراضات سياسية على الجمعيات الرياضية، بالعكس الناس كلها إن شاء الله تمشي في التشجيع. دعوة للخيان باش تتضافر جهود الجمعيات في الجهة الكل باش الشركات المنتصبة بولاية تطوين تساهم في دعم الجمعيات الرياضية. قاعد تساهمي ولا تو؟ شخصيا نأكد لك اللي ممكن اللي يجينا عن طريق الولاية قد يكون من ضمن مساهماتهم، لكن أيوة. ديريكت ما فهمش. بون باش نختم نقطة باختصار وإن شاء الله ما يكونش سؤال محرج. ما فما حتى مشكل. بلغنا أن وقع إشكال بينكم وبين ربيط حماية الثور. بيننا وبين ربيط حماية الثور. في شخصك رئيس الجمعية. لا مش في شخصي، هو ثم مجموعة طالبت كون الهيئة المديرة هذه تم تنصيبها في العقد البايد أيوة. ولابد من إزاحتها وتعويضها بهيئة جديدة. بهيئة جديدة ومن هنا أيوة. دخلت الرابطة متاع حماية الثورة في الشأن هذا أيوة. اللي هو باش نوضح الأمور، احنا جينا في جلسة عامة انتخابية أيوة. كملنا موندا أيوة. متاع سي عبد الحفيظ بوصار، وبعد عملنا جلسة عامة انتخابية ترشح الدكتور المنصف درزة وبعد سحب الترشح بتاعها. الجلسة العامة تبقى انتخابية حتى كي يسحب واحد من المترشحين الترشح بتاعها. جينا في جلسة عامة انتخابية ونحن معنى أنا شخصيا مانيش راغب راه باش نشد اتحاد تطوين، لأن أنا في الأصل مدرب أيوة. والمدرب يستفيد في كرة القدم بالأجرة أيوة. ورئيس الجمعية ما عنده حتى فايدة يدفع. رزق أولاده قاعد أيوة. يدفع فيه أيوة. أبار معناها الضغط نتاع الحالات هذه اللي قد تتصورها. أنا نقول لك حاجة آخر كلام، وكان تحب سي عبد الرزاق نجم نجيبك الولدي يقول لك شنو الفرق بين بوه وهو ممرن وبوه وهو رئيس جمعية. يقول لك بابا كان شيخ معنا في الدار ويهزنا نحوس ونعملوا كل شيء، توا ما عادش نلقوا فيه حتى ساعة. بابا كان يعطيني مصروفي، توا كي نقول اعطيني مصروفك يقول لي معناها توا نشوف وتوا نعمل من هنا. على كل هذا الكل راهو ليس تبرجحا، تطوين ما عندهاش على هاشم معتوق مزية ما عندهاش معتوق بالعكس ما عندهاش مزية على تطوين كي خذا اتحاد تطوين، لاني كي ترشحت رئاسة اتحاد تطوين راهو نزولا عند رغبة الشرفاء من أبناء تطوين. واضح واضح جدا وهذا ما أعلمه أنا شخصيا. أيوة وأنت تعلم هذا والشرفاء هذم هم اللي زاد نهار اللي صار الإشكال اللي بون الرابطة في فترة ممكن ما فهمتش الوضعية نتاع اتحاد تطوين. كي جو الشرفاء وفهموا الوضعية للناس هذم ودجا حتى في الجلسة هاكي قلت لهم انا مستعد توا نمشي على شرط اللي باش يجي يكون مدعوم من الشرفاء من ابناء تطوين أيوة. ما يجيش اي شخص يطيش روحه على اتحاد تطوين أيوة. لان الثوره اللي صارت في اتحاد تطوين صارت قبل ثوره 14 وثم حتى في الجلسه العامه الانتخابيه أيوة. من غير ما نجبد الاشخاص حتى اذا كان حاولوا باش يحسبوني على التجمع الدستوري الديمقراطي أيوة. ثم شكون قام في الجلسة العامة وقال فلان الفلاني المناضل الرياضي، ما قالش على هاشم معتوق، قال على أطراف حاولت تركب على الثورة باش تنحي لهاشم معتوق. أيوة. أغلق القوس ومانيش لاني في وضع باش نحاسب الناس أيوة. وثم ثم ناس كانت مدفوعة دفعا باش تكون في التجمع لأجل مثلا تحمي روحها، ومن هنا ذهب الوقت هذاك مشى على روحها. احنا اليوم مطالبين باش نبنوا تونس جديده، باش نبنوا جهتنا من جديد بقلوب صافيه، ننسوا اللي فات رغم
الالام والجراح الكبيره اللي تعرضت لها انا في كشخص والمجموعه اللي معايا كاعضاء هيئه مديره تم التجريح فينا في العهد البيت البيت أيوة. وفي عهد الثوره وفي عهد الثوره حاولت ناس تركب على الثوره أيوة. واللي يعمل حاجه يعملها الربي راه مش تبجح أيوة. وياريت الناس معناها يكون عندها الفكر التطوعي والفكر من اجل العمل لما فيه الخير للمنطقه هذه. الهاشم معتوب تاريخه في المنطقه هذه يعرفه القاسي والداني وقت اللي كان سواء في منظمه الكشافه العريقه والكشافه المناضله نهار اللي وصلت الناس باش تدنس الكشافه الهاشم معتوب عمره اللي كان طرف فيها ايوه وانسحابي من المنظمه هذه اللي هي ربطني ام يعني انا بين قوسين معناها رباني بابا وربطني المنظمه هذه ونعتز باش ديما نقولها راهي ربطني الكشافه كأم ونهار اللي حاولت ناس تدنس الكشافه بحي حطت جوانح تجمع الدستوري الديمقراطي على المنظمة هذه عمري لكنت نشط فيها واليوم أنا ندعم الكشافة التونسية باش ترجع للموقع متاعها الصحيح في تربية الأجيال التطوير لأن الكشافة اللي في السنوات اللي فاتت السنوات اللي فاتت الكل مغيبة على الساحة كانت طرف فاعل في تطوير في على مستوى تأطير أبناء المنطقة مع الجمعيات الرياضية ومع منظمة المصايف اللي تعدوا عليها ناس شرفاء والجمعيات الرياضية كيف كيف إن شاء الله وقت باش نرجعوا نأطر أولادنا لأن إذا كان ما نقبلهمش في الجمعيات في المنظمات الشارع باش يتلقاهم والشارع بمخاطر الكل نحمي أولادنا من هذا بالمنظمات والجمعيات إن شاء الله بارك الله إن شاء الله وبارك صح وبارك الله فيك بإجازة نيكو هسه الملاعب المعشبة عندنا ملعب هنكتي وفي تحاليين توا معنا مخيم متاع القطري الإخوان اللاجئين الليبيين وعندنا الملعب في وسط المدينة أنا الملعب قاعد تلعبوا فيه توا نلعبوا في ملعب حي المهرجان حي المهرجان الملعب المعشب إن شاء الله معناها اللي في وسط البلاد ان شاء الله يتم تاهيله باش يقبل المقابلات وعلاش لا وان شاء الله معناها عندنا زوج ملاعب معشبه ان شاء الله ثالث ورابع في التنيه من اجل ابناء المنطقه الله يبارك فيك شكرا الى اللقاء في فرصه اخرى قادمه بحول الله الله يبارك فيك مشكور سي الهاشمي شكرا, شكرا.